عبارة عن 15 مصنع من المصانع اللي شاركنا فيها هنا في المملكة المغربية. هو مصنع النحاس والألمنيوم، هو عبارة عن إعادة تدوير النحاس والألمنيوم من الخردة على أساس ننتج مواد خام من النحاس والألمنيوم وحتى الرصاص من إعادة تدوير البطاريات. والهدف من المشاركة هي طبعا البحث عن فرص لتجارة أو لتصدير هذه المنتجات إلى السوق المغربي. وطبعا كان في دراسة تمت من خلال بنك قطر للتنمية لمعرفة مدى احتياجات السوق المغربي من هذه المواد، واكتشفنا أنه في طلب كبير عليها، ولهذا السبب قررنا أنه نحضر هذا الاجتماع هنا، وإن شاء الله يكون مثمر، وفي شركات كثير راح تكون حاضرة اليوم من السوق المغربي، والله يسهل ويوفق ويكون إن شاء الله في تجارة متبادلة بين دولة قطر والمملكة المغربية. احنا بدأنا بالسنة 2018 كستارت اب بدعم من البنك قطر للتنمية، والحين احنا اخذنا الموافقة المبدئية من البنك المركزي القطري، وحاليا احنا بصدد ناخد الموافقة النهائية ونبقى أول شركة قطرية بتحصل على هذه الموافقة من نوعها بعد شركات الاتصالات الاثنين أوريدو وفودافون. باختصار شركة سي ولد بتقدم خدمات تكنولوجيا مالية بحلول الدفع عن طريق الكيو آر كود أو عن طريق البطاقات الافتراضية، والبطاقات الافتراضية دي عن طريق شراكة ما بيننا وبين شركة فيزا العالمية بدعم من شركة فيزا العالمية بتقدمه لسي ولد لمدة 5 سنوات. فعن طريق سي ولد العميل يقدر يصدر بطاقات دفع إلكترونية أو افتراضية عن طريقها يقدر يدفع أونلاين أو في المتجر عن طريق تكنولوجيا الـ NFC، بلس إن العميل برضو يقدر يدفع عن طريق تكنولوجيا الـ QR كود، وبرضو يقدر يحول أمواله خارج البلاد سواء لبلدانه عن طريق حسابه البنكي في بلده. يعني مثلا لو واحد مغربي مقيم بقطر يقدر يحول فلوس خارج قطر لبلده في المغرب عن طريق البنك، حسابه البنكي بالمغرب، أو يقدر يحوله كاش وعائلته تقدر تروح تستلمه من أي منفذ، أو يقدر يحوله لديجيتال والد في المغرب. ودي بتتم عن طريق شراكة برضه مع شركة الدار للصرافة، وشركة الدار للصرافة هذه شركة قطرية، أكبر شركة صرافة في قطر، وإحنا في شراكة بيننا وبينهم، وبناخد دعم برضه من شركة مايكروسوفت العالمية بيدعمونا عن طريق أجور وعن طريق بيقدموا لنا أجهزة اللابتوب وأنواع كتيرة من الدعم. احنا جايين بزيارة للمغرب نستكشف السوق المغربي وكيف نقدر تو اكسباند او نتوسع في الاسواق، في اسواق شرق افريقيا، ولو في مجال نتواصل مع البنك المركزي المغربي هنا نشوف لو في اي قوانين اتيحت لشركات الفينتك عشان نقدر نتوسع في المغرب ونحاول نقدر نحول الانفيرمنت او المجتمع المغربي من كاش بيزد لبقى ديجيتال بيزد. احنا طبعا مبسوطين احنا موجودين في المغرب بنمثل دولة قطر من خلال مركز قطر سكيلز للتدريب، هو احد اكبر المراكز التدريب في الدوحة، التدريب الاداري والفني، كذلك بنقوم بتدريب عدة مجالات من اهمها القيادة، تطوير الذات، تطوير المؤسسات، ادارة المشاريع الى اخره. وكمان قطر سكيلز بيحتوي على عدد كبير من الاعتمادات الدولية، من اهمها الاعتمادات البريطانية زي الـ ILM، مؤسسة الـ ILM لاعداد القادة، الـ CMI، الـ IOSM طبعا للادارات اللوجستية والى اخره. نتطلع طبعا احنا كإدارة قطر سكيلز بتصدير خدمتنا لدولة المغرب من خلال الدورات اللي موجودة سواء كانت معتمدة أو دورات تطويرية، كذلك احنا أو مركز قطر سكيلز بيندرج تحت مجموعة أرتان القابضة. مجموعة أرتان تحتوي على ما يقرب من 14 شركة مقسمين لثلاث قطاعات، من أهمها القطاع التعليمي الذي يحتوي على مدارس الدوحة البريطانية، جامعة أليستر CUC أليستر البريطانية، ومركز قطر سكيلز للتدريب لتطوير المهارات الإدارية والفنية. الجامعة البريطانية تحتوي على العديد من الخدمات من أهمها الدبلوم والباتشلر والماستر والبي اتش دي في كل ما يخص إدارة الأعمال
والعلوم السلوكية، الحوسبة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، وطبعا المستقبل القادم في التكنولوجيا الجديدة، تكنولوجيا الأعمال الجديدة. ونتطلع طبعا ان نصدر كمان منتجات الجامعة او خدمات الجامعة لدولة المغرب ولسكان المغرب وشعب المغرب.